كنا ننتظر من فرق معارضة بأن رئيس الحكومة يأتي يعني بإجراءات عملية للحفاظ على القدرة الشرائية لجميع المواطنات والمواطنين، لكن مع الأسف يعني لم يأتي بجديد، جاء في الشق الأول للتبريرات على ارتفاع الأسعار اللي حنا كنتفقوا معها، وجاب الإجراءات اللي كانت جد معزولة اللي خدت بها الحكومة. كنا ننتظر إجراءات أخرى ليكون يعني الحفاظ على القدرة الشرائية لجميع المواطنين والمواطنات من هذا الغلاء الفاحش، لكن مع الأسف لاحظنا أن كاين تناقض مع في الخطاب لرئيس الحكومة، يقول بأن الحكومة يعني استطعت يعني حققت ارتفاع بالنسبة للمداخيل ديال الضريبة ب 25%، حققت مداخيل بالنسبة للجمارك، حققت مداخيل بالنسبة للمبيعات ديال الفوسفات. كنا ننتظر هذه المداخيل اللي تحققت تمشي لدعم القدرة الشرائية وما غادي تأثر لا على الاستثمار ولا، لأن هذا الشيء ما كانش متوقع بالنسبة للقانون المالي ديال 2012، لكن كاينة خيبة أمل لينا وتكون حتى للمواطنين من هذه الجلسة ديال اليوم، لأن لم تأتي بالجديد. اليوم في المداخلة ديال السيد رئيس الحكومة كنشوفوا بأن مداخلة واقعية، مداخلة مرقمة، ما كاينش شعبوية، يعني رغم السيد رئيس الحكومة ما تنصلش وما تهربش الواقع اليوم اللي فرضته الأزمة على المستوى الدولي، راه كاين عكس على المستوى المعيشي ديال المغاربة، والحكومة تقوم بإجراءات مرقمة باش تدعم ماشي غير الفئات الهشة، كل فئات ديال المجتمع المغربي. ورغم هذا فالحكومة تقوم بتنزيل هذاك البرنامج الحكومي بجميع مكوناته وفي الوقت اللي التزمت به مع المغاربة. كنا تنتظروا أن السيد رئيس الحكومة حول زيادة في الأجور، واش كاينه شي زيادة في الأجور لمواجهة يعني التضخم، لمواجهة الغلاء إلى غير ذلك؟ لم نجد أجوبة اللي يعني التساؤلات اللي طرحنا، نتمنى في الأيام القليلة المقبلة إن شاء الله وفي جهادي أن يؤكد السيد رئيس الحكومة على الدعم المادي والمعنوي اللي أعلن عليه قبل قليل، ولكن بأمور اللي تكون ملموسة. احنا ما بغيناش تبريرات الأزمة، احنا بغينا قرارات اللي غادي يمكن تخف الحدة. سيد رئيس الحكومة يقول لم نلجأ للمديونية و يعني كاين واحد الفائد، احنا بغينا هذا الفائد يكون ان شاء الله مستغل لفائدة المواطن وعلى وجه الاستعجال، علما ان اليوم راه ما يمكنش يكون الاستثمار، كي غديروا الاستثمار هاد السنة ما كاينش لأسباب مختلفة، رجعوا لها إلا بغيتوا لاحقا، ولكن هاد المبالغ ديال الاستثمار تنتمناو باش تحول على شكل يعني دعم لبعض المواد اللي ما يمكنش نقولوا ديرها ما غنقصوش منها وما غنحدوهاش. علاه الدول الأخرى اللي حدات وساهمات فبلا ما نذكروا الأسماء ديالها كلشي تيعرفها بواحد المبالغ مثلا في المحروقات في البومبا، زعما كلهم غلطين؟ طبعا لا. إذا ننتظر إن شاء الله بعيدا عن كل المزايدات الدعم للحكومة خاصة الفئة الضعيفة والشباب. الخطاب ديال رئيس الحكومة كان خطاب واقعي، أكيد أنه كاين أزمة عالمية، أزمة اقتصادية خانقة، طبيعة الحال المغرب غادي يتأثر بشكل مباشر بهاد التغيرات هادو، إضافة إلى التغيرات المناخية، إضافة إلى الأزمة يعني ديال الكوفيد اللي هي على مدى 3 ديال السنين. ولكن هذا لا يعفي الحكومة من المسؤولية، لأن كيخصها الدور ديالها هي تلقى الحلول وتبتكر حلول مناسبة للتخفيف من الأزمة ديال هاد كاين برامج حكوميه اللي غادي تنطلق مع يعني في الشهور والايام المقبله، ضروري انه خاصة يكون الواقع ديالها يعني حقيقي، خاصه في هوامش المدن وفي العالم القروي والجبلي. ضروري ايضا من الحكومه باش تبتكر حلول جديده، لان اليوم نحن في ازمه يعني مستمره، وفي انتظار ان يعني ان يكون هناك تخفيف لازم على الحكومة تبتكر حلول جديدة، حلول اللي تكون عندها الاستدامة. تنظن بأنه خاصة هاد الشيء ديال غلاء الأسعار تخصو ما يعني ما يأثرش وما خصوش يكون
جميع الإجراءات الضرورية، سواء من ناحية توفير المواد الاستهلاكية الضرورية، ولكن أيضا محاربة جميع المضاربين وجميع الوسطاء وجميع السماسرة اللي هما تيستافدوا من هذه الأزمة هذه. إذن الحكومة كي واحد العمل ديال المراقبة وديال التتبع ديال التموين ديال يعني الأسواق المغربية، وخاصة كنقول دائما العالم القروي والجبلي اللي كاين يكون فيه ناقص ديال المراقبة اللي خص الحكومة تكتف المراقبة.